وصول زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بذيجين في مهمة استطلاعية إلى دولة إفريقية لم يتم تحديدها. لا بد وأن يكون قد أطلق العديد من صافرات الإنذار بالنسبة لعواصم دول مجموعة إيكواس بالإضافة إلى فرنسا والولايات المتحدة. المخاوف من اتساع دور فاغنر وتدخلها في ازمه النيجر تعزز الدوافع من اجل تنفيذ التهديد بشن عمليه عسكريه ضد الانقلاب الذي اطاح بسلطه الرئيس محمد بازوم وهي الدوافع نفسها التي دفعت فرنسا الى ان تطلب من الجزائر فتح مجالها الجوي امام هذه العمليه بريغوجين قال في مقطع فيديو انه موجود حاليا مع مقاتلين تابعين له في افريقيا وهو ما يعزز عظمه روسيا في جميع القارات ويصون حريه افريقيا الرساله سرعان ما وصلت الى باريس وواشنطن لتثير مخاوفهما من ان المواجهه قد تتسع الجزائر رفضت الطلب الفرنسي وجددت تمسكها بان الحل للازمه في النيجر يجب ان يبقى دبلوماسيا وزير الخارجيه الجزائري احمد عطاف كان قد حذر نظيره الامريكي انطوني بلنكين قبل ايام من ان التدخل سيكون كارثه على المنطقه عطاف قال في حوار نشرته واشنطن بوست انه لا يوجد اي مثال على ان التدخل العسكري في مثل هذه الحالات قد نجح وان التدخل في ليبيا اثبت انه كان كارثيا على المنطقه باسرها التصور الجزائري الذي اعرب عنه عطاف يقول يمكنك ان تبدا تدخلا عسكريا لكنك لا تعرف ابدا كيف سينتهي الامر الذي يستدعي اظهار اقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع هذا الخيار الاتحاد الافريقي اعلن تعليق عضويه النيجر حتى عوده الحكم المدني في البلاد وطلب مجلس السلام والامن من مفوضيه الاتحاد دراسه الانعكاسات الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه لنشر قوه احتياط في النيجر ومجموعه ايكوس رفضت الاقتراح الذي قدمه الانقلابيون بالعوده الى الحكم المدني بعد ثلاث سنوات ما يجعل خيار التدخل العسكري هو الورقه الوحيده الباقيه